بعدنا نتابع معكم مشاهدينا لقاءاتنا بيوم جديد. ضيفنا التالي هكتور حجار، رئيس جمعية رسالة سلام. هلا تحت الهواء كنت عم بقول له استاذ حجار، السلام وين صار؟ وهالرسالة بعدها موجودة او ضايعة؟ اكيد عندهم بالجمعية بعدهم مهتمين بهيدا المساج، وحتى تعرفوا اكثر تتاكدوا تابعوا معنا اللقاء. سلام. بضل في شوية سلام عن جد. خبرنا كيف مع المشاهدين. وين عم بتلاقوا هالسلام استاذ هكتور؟ مع الناس عندكم بالجمعية؟ أول شيء السلام نصنعه، ما بيجي بالوراثي. فالشعوب بتصنع سلامها، ما بيجي بالوراثي. والسلام ما بنختاره بمكان ما، بيفرض علينا، نحن بنختاره بزمان بالرغم من كل الصعوبات. خلينا نعتبر اليوم نحن موجودين بلبنان بالرغم من كل الصعوبات، السؤال مطروح علينا، نعم، شو اللي بدنا نعمله؟ في عنا حال من الحالين، اما بنستسلم وبنموت، اما بنفكر بنوعيه حياه تسمح لنا نستمر مثل ما استمرت كل الشعوب عبر التاريخ وكل اللبنانيه عبر التاريخ ووصلنا لليوم. اوكي، في صعوبات، سؤالنا من بعد الصعوبات شو بدنا نعمل؟ انا برايي الخيار هو نفتش على حلول، ما نقعد بالزاوية ونبكي، لأنه إذا قعدنا بالزاوية ونبكي عم ندمر حالنا وبنفس الوقت عم ندمر كل اللي حوالينا. يعني كل فرد على صعيده الخاص كل فرد وكل مجموعة، كل حزب، كل مؤسسة، كل دايرة، كل وزارة، كل رئيس وزارة، كل شخص بالدولة، كل شخص بلبنان موجود اليوم مطلوب منه يسأل حاله، هل أنا بدي يكون ورقة نعوة؟ أو أنا بدي أطلع من هالوضع اللي موجودين؟ نعترف بالوضع أكيد. ثاني مرحلة بدنا نروح نقول ضمن هذا الوضع، هذه مقومات الوضع، المرحلة اثنين شو هي؟ شو هي الحلول المؤاتية على مستوى العائلة، على مستوى المؤسسة، على مستوى الوطن؟ وأنا برأيي في كتير حلول. أكيد في حلول، بس بدنا نصلي لهم لحتى يدخل السلام لعقولهم وعن جد يشتغلوا لمصلحة الوطن. أنا بقول بدنا نصلي لحالنا، ما يشتغلوا بكيدية. إيه، بدنا نبلش نصلي لحالنا ونتركهم لألهم، خلينا يصلوا لحالهم. نحن بدنا نصلي لحالنا ليش؟ بدنا نصلي لحالنا لأنه تقلك شغلة، الفساد بيطال كل العالم من أصغر فرد لأعلى فرد. نعم. إذا بدنا نضل نطلع على برا ما إحنا نفضى نشتغل جوا. أنا برأيي أوكي كل واحد بنعرف شو فيه بالبلد، التوصيف ما بيخلص. نعم. إذا رحت عند حكيم ومعي سرطان بقي كل حياتي يوصف لي بموت. بده يخلص التوصيف بمطرح وبلش العلاج بمطرح. فأنا بتصور لازم نحن صرنا بمرحلة فهمنا أنه في أزمة اقتصادية، فهمنا في أزمة اقتصادية محلية دولية، في أزمة سياسية نقطة. صرنا عارفين عن الجورة وين. ما حدا ابن 10 سنين بتقعد انت وياه بخبرك، يوم بيقول لك هيك يوم بيقول لك هيك، ما يحنوا شو بيقولوا. لكن ابتداء من هون شو بدنا نعمل؟ انا حاعطيك امثال كيف بنطلع من الجورة، كيف بنروح لقدام. نحن بلشت اليوم اول شيء رسالة سلام تعنى بالاشخاص اللي عندهم حاجات خاصة، صعوبات ذهنية كبار. وببرامج متعددة في عندنا برنامج الإقامة الدائمة للأشخاص اللي ما عندهم أهل، وهيدا بيت بيستقبل 25 شاب وصبية. عندنا البرنامج الأشخاص اللي ما عندهم برنامج يومي وصحتهم تعبانة وما بيقدروا يشتغلوا، بيجوا على نادي نهاري على 11 شهر بالسنة. عندنا البرنامج الثالث اللي هو مشاغل عمل لأشخاص عندهم صعوبات ذهنية تيقدروا يتدربوا ويشتغلوا. لكن هيدا بشكل عام بالأيام العادية. أوكي، صارت مشاكل كورونا. أول شيء بالكورونا بلشت بشباط، بنص شباط تقريبا طلع القرار التسكير وصار تصاعدي، نحن بقينا ل 15 أدار ما سكرنا. هدي أول شغلة قلنا بالرغم من كل شيء حنضل نلتقى. لما صارت الأمور متصاعدة كتير أخذنا كل الوقاية المطلوبة، عملنا تدريب للفريق مع الصليب الأحمر، أخذنا الوقاية بقلب المركز اللي هو بكفية، وجهزنا حالنا بالحد الأقصى بأنه نواجه. هذه أول مرحلة. تاني مرحلة اضطرينا بسبب قرار، ما بدنا نكسر قرار مجلس الوزراء، أكيد التعبئة، أخذنا قرار نودع على البيت مع أنه نحن مضطرين نستقبل داخلي عنا لأنه أشخاص ما عندهم. ولكن عملنا خطوة جريئة أنه ودينا مؤقتا تندرس. ايه وبعدين؟ الانسان الضعيف كان فينا نقول ايه راحوا على البيت، ما بقى فينا نكمل خلص. في جزء من الفريق اكيد تعب، في جزء خاف على عائلته، كله مقبول، في جزء قال لا
هودي الشباب عندهم صعوبات ذهنيه، عندهم حاجه، بما انه عندهم صعوبات ذهنيه يعني اكثر واحد يحينطالوا من هذا الضغط النفسي من هذا الضغط الابيديمي اللي صارت بالبلد او البانديمي اللي صارت بالبلد بدها تطال نفسيتهم اول ناس. لكن شو لازم نعمل؟ لازم نرفقهم. كيف نرفقهم؟ اذا رفقناهم عبر سكايب وزوم صعب نقدر نحط 115 اونلاين او نقسمهم مجموعات. رحنا على مبدا جديد، عملنا جروبات واتساب اوكي، وعملنا استوديو، ما ضربنا عليكم، عملنا مطرح تنسجل، في فريق اخذ على عاتقه كل يوم يسجل 5 فيديو بكريتير كثير واضحين حطيناهم، يكون الفيديو دقيقتين، يكون موجه لهالشخص، يكون بيطال طاقاته وقدراته. بلشنا من السبور، من الرياضه اوكي، للمتابعه النفسيه، للمتابعه التعليميه التربويه، للأشغال اليدوية، مع 5 أشياء بيشتغلوا فيها بالبيت كبروشيرات يشتغلوا فيها أبليكاسيون. أنا فيني خبرك أنه بنهار واحد انقطع إنترنت ببيت واحد، تتصل أخته وتقولي دخيل إجريك يا حيجان. لكن هيدي أول هل كان في متابعة للبروغرام؟ 325 فيديو أوف. باللغة العربية انبعت لكل شبيبتنا ولمجموعة من شبيبة جبال، لأنه طلبوا منا نبعث. وهيدي المتابعة كان عندنا جروب تاني عم نتلقى الفيدباك وكان عندنا خط ساخن على يومين نتصل بالشبيب وبالأهل تنعمل دعم. لكن هيدي مبادرة كنا عم نشتغل بمكان مع ناس بمقومات صفر، لأنه الوضع صعب. ما بدي أقول أنه هلأ نحن قديش صرنا مش قابضين من الوزارة، وأنه نحن نستقبل مجانا، وأنه الدولار وأنه البنك أخذنا مصرياتنا. ما بدي أقول هودي كلهم، بالرغم من كل الوجع والخبيط اللي عم ناكله، خدنا قرار نحن اليوم عندنا مكتبة 325 فيديو ولا نزل. هلأ أنا وفايت لهون كل يوم عم نبعث، ويح نبقى لأمتين، يح نبقى لتموس. بس الخبرية مش هون، هذا اللي عملناه. هلأ بقول لك وين يحيصير بعدين، وين صار بالتفكير. أوكي. بس اليوم نحن فيني أقول لك أنه في جزء كبير من شبيبتنا أجوا على الداي كامبينج، اللي أهلهم قبلوا واللي هن مستعدين. هلأ أنا قبل ما أجي لهون استقبلتهم قلت لهم بونجور وتركت. نحن بلشنا نكسر الكونفينمان بقلبنا كمان وبعقلنا مع الأشخاص اللي عندهم حاجات خاصة. بتقليلي لوين رايحين؟ تقلك الحلول كيف ممكن تكون. نحن رايحين انه كنا نشتغل مع مجموعة بقلب بكفية بإطار ريال. اليوم اذا اي شيء بده يصير وما قدرنا نكفي بشكل ريال، رح نروح على بلاتفورم، على هذا السلولار تسحبي من ايديك، تكبسي على بلاتفورم، بتفوتك اي شخص عنده صعوبات ذهنية او جسدية بلبنان، رح يقدر يفوت ورح يقدر يعيش عبر فيديوهات وعبر مرافقة وعبر كلاب فيرتويال على كل بقعة لبنان، على كل بقعة لبنان. وهذا الشخص حيكون مرافق ورح يقدر ياخذ تليفون ويتصل على خط اونلاين، يقدر يحكي ويخبر شو بو او يترافق. يعني توسعتوا اكثر بهذا من وراء الكورونا. هيدي المصيبه صارت نعمه. حلو. وانا حلك شغلي انه هيدي ممكن تطال العالم العربي. وهذا المشروع انكتب، صار بالفاتيكان، صار بالفاتيكان، صار بفرنسا، وصار بمجموعة دول. وأنا أكيد أنه هذا المشروع نحن بلشنا نحط الانفراستركتور تكنيك لألو لوين بدنا نتطور تحسبا لأي تغيير. وأنا بتصور أنه أيام يحيش التمويل لألو، إذا ما أجى التمويل لألو بيضل بلبنان في ناس تعرف تمويل، وبيضل في ناس تقدر مجانا تعمل شيء تنوصل للي لازم نوصل. هيدا شو نابع عن إيمان كبير؟ عن هيدا نابع عن إيمان كبير بأنه وعن خبرة تاريخية بتقول أنه الناس هي بتقرر أنها تموت. أنا بعرف أنه في صعوبات، في صعوبات وما كان بالعالم، يوم بكندا في صعوبات، بفرنسا في صعوبات، بالعالم، بالصين في صعوبات. القرار آخر شيء شو هو؟ أنه نلبس الكفن ونموت نحن وطيبين، أو القرار أنه نروح لقدام؟ هاي مبادرة. حقول مبادرة الثانية السريعة تننتقل لوين رايحين بعدين. عندنا مشغل من مشغلنا هو بلكسي جلاس، ونحن لما أعلنوا التعبئة العامة يعني ما في ماسك، أنتجنا ماسك، عملنا بحدود 10,000 ماسك، عملنا نوع أدابتاسيون لمشغلنا. وتاني شغلة نحن اليوم جهزنا عدة مستشفيات وعدة مراكز من البنوك والصيرفي لكل شيء اسمه بارير. تقدروا عملنا أدابتاسيون لشغلنا سريعا، واشتغلنا تحت الكورونا بفريق كتير صغير، وأخذنا تنويهات كتير كبيرة من وزارة الصناعة وغيرها،
واشتغلنا، عملنا ادابتاسيون، غيرنا. لكن نحن كل عمرنا نعمل بروموشن، نعمل ستاندات للبروموشن، نعمل نعمل نعمل. اجا متحول ما تغيرنا ب 24 ساعة ورحنا بهذا الاتجاه وعملنا هذه النقطة. لكن هذه ثاني نقطة. اليوم نحن مدعوين بإدارة الأزمة نروح من مطرح لمطرح. قبل الثورة أو ليلة الثورة، ليلة الثورة أو ما مسميت الحراك أو الثورة بدك، كان عندي محاضرة عم بعملها بالأشرفية ظهر. كنت عم بقول، وما كنت أنا عارف شو فيه، أنا عشية كان عندي اجتماع بالجامعة اليسوعية، وأنا راجع بالصدفة زيت على السنترفيل لقيت في شيء غريب، دقات قالوا لي في مشاكل. حالك شو كنت عم بقول؟ بالأزمات نحن بحاجة لإدارة مميزة غير الإدارة التقليدية، ونحن اليوم بحاجة لإدارة مختلفة كليا عن كل اللي تعلمناه بالجامعات العالمية وبالجامعات المحلية. نحن اليوم بحاجة لإدارة عند أبعاد مختلفة، لإدارة تتأقلم مع المتغيرات اللي هي بين عبكرة وعشية، ويمكن بين عبكرة والظهر وعشية. لكن هيدي بعد مبادرات قامت فيها رسالة السلام، يا حالك بالمبادرات السريعة اللي عملناها نوقف حد العيال، عيب ينحكى أنه أكيد مواد غذائية دعمنا عيالنا، فتنا بموضوع الزراعة بالمشاركة مع اليو اس ايد وغيرها، فتنا بموضوع تربية المواشي، مش لألنا، للناس. أوكي. ومع أنه نحن عايزين، بس خلينا نحن عايزين على جنب وكفينا، نحن لوين رايحين هلأ؟ وهيدا هو السؤال، نحن لوين رايحين؟ أول شيء نحن بدنا نقول إن نحن رح نطلع من منطقة بكفية باتجاه كل لبنان. عنا مركز جديد بمعادي رح نفتحه بأيلول، حطيناه للحجر الصحي كمان، حطيناه للحجر الصحي. ونحن اليوم اللي حطيناه للحجر الصحي، تتعرفي إنه لما بيروح واحد على الإيجابية في أجوبة إيجابية. إجينا من مؤسستين دوليتين عرفوا إنه نحن حطيناه، ونحن ما قدمنا طلبات لمساعدة والتأهيل. اوف برافو. ويحيبلشوا اسبوع الجاي. حلو. ونحن ما قدمنا طلب. اي. لكن اي مبادره بالاداره، باداره الازمات، بدنا نعرف نشتغل. بدنا نطلع من الانانيه الذاتيه، انه انا يا بي عندي بدي كيلو رز لالي. نحن بدنا كيلو رز لشعبنا، نحن بدنا ننتج رز لشعبنا، نحن بدنا نشوف شعبنا كيف بده ياكل، اذا انا بدي اكل بس معناتها انا ما حخلص من هالمشكله. رح اقول لوين نحن رايحين. نحن اليوم جوابا على الازمه، جوابا على لا دفع الوزاره، وزير وزاره الشؤون، جوابا على لا لا لا، جوابا على عدم استحصالنا اموالنا من البنك، رح نروح نطلع من هالعلبه اللي نحن فيها باتجاه كل لبنان. وأنا من يومين كتبت شيء وأطلقته ونحن عم نحضره. أول شيء كل مشاغلنا، نحن عندنا عدة مشاغل. كان عندنا مشاغل للتزيين لكل المناسبات من الأعراس للولادات، هذا نحن نحتفظ بالحد الأدنى فيها لأنه كنا نستورد كتير. عندنا مشاغل لها علاقة بالبلكسيكلاس، رح نحتفظ بالحد الأدنى فيها لأنه رح نستورد مواد أولية. عندنا مشغل أكل، وهودي كله مشتغل فيهم 40 إعاقة. عندنا مشغل أكل وأمنا بلا خلال كل الكونفينمان لبرا. رح نحتفظ باللي ما رح نستورده من برا، ورح نطور كل مشاغلنا تتصير كلها صناعة لبنانية 100%. تقولي لي كيف؟ يا حالك رح نستخدم الهواء والشمس والماي والتربة والزبالة واللي بدك اياه موجودة بلبنان، والحيوانات الأليفة والغير أليفة. رح نروح بعقلنا لتفكير جدي، التفكير كتير جدي، وبلشنا نكتب مشاريع، وبلشنا نخطط مع فريق العمل بالمشاركة مع كتير جمعيات وجامعات، تنروح لشي لبناني 100%. بتقولي لي شو؟ بتقولي لي أنا اليوم ما عندي أرض. بقول لك إيه، شو ما عندك أرض؟ فيك تزرعي مع أنت إذا أنت ما عندك أرض. لا، فيك تزرعي؟ أكيد لا. أنا بقول لك فيك تزرعي إذا ما عندك أرض. كيف؟ تزرعي بلانت، يعني تزرعي الزراعة المائية. بتقولي لي كيف الزراعة المائية؟ والزراعة الفيرتيكال المائية. فيك إذا عندك سطح تزرعي، تزرعي 12 شهر بالزراعة المائية. بتقولي لي بس منين بنجيب معداتها؟ بقول لك بسيطة، احنا عمل لك معداتها. فلكن اليوم براسنا، خلينا نبلش نفكر، إذا ما في شيء موجود بالعالم خلينا نفتش عليه، وإذا في شيء موجود بالعالم خلينا نروح نتعلمه. خلينا نتعلمه لشو؟ تنصنعه تنأمن عمل للأكثر حاجة، للشبيبي عندهم ذوي حاجات خاصة، وللناس اللي حتطلع من شغله. دليل اليوم الماي كنا نسخنها على المازوت، ايه والمازوت في عندنا مشكله، بقول لك بسيطه نستعمل الطاقه الشمسيه، بس بتقولي لي الطاقه الشمسيه بدنا نجيبها من اوروبا، بقول لك طولي بالك، قد ايه بدها الطاقه الشمسيه تنعملها بلبنان؟ فيها بتنعمل؟ ما بعرف، ما انا عم بقول لك بتنعمل، اذا قررنا نعملها بلبنان. أي. انا بقول مش اذا فيها بتنعمل، السؤال بالقلب.
اذا قررنا نعملها بلبنان بتنعمل. بس ما بدك مواد لحتى تعملها ومصانع لبنانيه. والمواد شو هي؟ وهي دجا ممكن... اصلا غاليه يعني. اذا كانت صناعه لبنانيه كم رح تكون بعد يعني؟ مش عم سكر لك اياها بس انه لا. اذا بدنا نحكي حقك ايه؟ انت هلا بدك تلعب الدور الشخص. لا بس عن جد عم بس انا يعني عم بقول ايه؟ تجربتنا بتقول انه قدرانين نعملها بلبنان. تجربتنا بتقول قدرانين بالتقنيات نعملها بلبنان بالسعر اللي مفترض تكون اكثر ما بنتصور ادابتي ملائم للمجتمع اللبناني. أوكي. واكيد بدنا نفتش على المواد الاوليه اللبنانيه. واذا ما لقينا 100% باللبناني بدنا نفكر المواد اللي بدها ريسيكلاج شو بنعمل فيها؟ مستطب بحر يعني؟ نحن اذا بالكارانتين علينا متر وسنتجي علينا متر، وين نوصل؟ وين نوصل؟ اخر شيء صار لازم ليه غيرنا بيستفيد من النفايات ونحن ما بنستفيد؟ انا بسالك سؤال، انت بتعرف انه في دول بتستفيد من النفايات بالغاز؟ اكيد بالغاز. قارين كثير دراسات عن الموضوع، دائما كنا نطرح السؤال ليه ما بيصير في استفادة؟ بس نعرف انه كل شيء باردون مسيس عنا وفي خبيصه كثير كبيره، وقد ما الواحد يجرب بيعمل افورات بيجي حدا بوقفه عند حده، يعني كل ما تجي هيك لحتى تتنفس بيجي حدا بيخبطك خبطه على راسك يعني. بحلك ايه بس حالك شيء ثاني حده. نعم. بحول ايه ويحول شيء ثاني حده. لك لبنان لحد هلا المبادرات الكبيره ما نجحت. بلبنان نجحت المبادرات الصغيرة والمبادرات الخاصة اللي شبكوها مع الدولة، لأنه لبنان بازل، لأنه لا. لبنان بتاخد ألوان المبادرة. اليوم إذا أنت بدك تعملي فرن بمنطقة بياخد لون أكيد، وإذا عملت بلا دجور بمنطقة بياخد لون صح. أوكي، كرمال هيك يمكن اليوم هالجمعيات اللي هن ما لازم يكونوا ملونين صار لازم ياخدوا المبادرات ويشتغلوا على مبدأ 1-2-3. شو يعني مبدأ 1-2-3؟ نحن عارفين وين بدنا نروح، ومطرح ما بدنا نروح بدنا نزيل المعيقات، ما بدنا نزيد المعيقات، بدنا نزيل المعيقات، ما بدنا نزيد المعيقات. واحد إذا لقينا في مشاكل يفوق كونتورني، لازم نعرف كيف نتخطى المعيقات بطريقة كتير ذكية تنوصل للمرحلة 3 نحقق هدفنا. في شيء بده يتغير، كنت عم قلك بالإدارة اليوم بدها إدارة مختلفة عن الإدارة اللي هي روتينية تقليدية. وأنا حالك عبر اختبارات بالعالم وقريت كتير المؤسف، هن اللي بيعملوا الأزمة بيجيبوهم تيحلوا الأزمة، ما رح يعرفوا، بالعكس بيزيدوا الأزمة. ما هيك نحن بحاجة اليوم مش اللي عم بيعملوا الأزمة يحلوا الأزمة، بحاجة اليوم يجي أشخاص عندهم الابداع. انت كنت بتتوقع مثلا من 300 سنه انه ممكن شيء يطير بالجو ويوصلك على امريكا بساعات؟ انت كنت بتصورها بال70 او بال80 تمسكي آلي تقدري تحكي فيها عبر المسافات؟ كنا نشوف الموتورولا تبع الجيش وننبهر فيها. كنت بتتوقع بنهار انك تحملي هالآلة الصغيره وتربطك بالعالم؟ انت بتعرفي انه هالآلة الصغيره اليوم عم تنصنع بدول جدا فقيره صار عندها تقنيات وتطور تكنولوجي كتير متقدم وعم تنصنع بدولارات كتير صغيرة؟ نحن مرات هي في ذهنية يعني، بس نغير ذهنية، بدنا نغير الذهنية، بس نبطل معودين على القصص يلي نحن يعني مستوردة من برا هيك. وهلأ الاتجاه لازم يكون رايح بهيدا الصوب. عم بقولوا لي لازم أختم يعني أكيد، بس بدك الإدارة تكون مظبوطة لحتى الكل يمشي على السكة. قد ما أنا بلشت من حالي وكنت أنا كوريكت وعم بقول هيك لازم يصير، إذا ما شفته على نطاق هيك كبير وواسع ما بفتكر بيمشي الحال. بدنا شغل جدي أكثر بهذا الموضوع بأقل من دقيقة. بأقل من دقيقة يا حقلك مظبوط، بدنا شغل على الماكرو جدي ولكن بحسب الخلفية الطبية تبعي على طول الماكرو ببلش من الميكرو. لما ما نعمل فاكسين للكورونا بدنا نجربها على مجموعة نتأكد بالميكرو زبطت على فترة معينة ومننقلها للماكرو. بحاجة لأمثال كرمال هيك، بحاجة اليوم لمبادرات تنجح، وفي كتير بلبنان مبادرات تنجح بحاجة نضوي عليها، بحاجة نحطها بالضوء. في كتير عم بقرأ كتير عن جمعيات ومؤسسات اشتغلت، وانطلاقا من هالمبادرات اللي نجحت لازم نتعلم كيف نجحوا تننقل على الماكرو. ضروري، والتفاؤل ونتحلى بالإيمان بفتكر أهم شغلتين الواحد لحتى يمشي فيها ويحقق
كمان. هلا الانجازات صار كل شيء عنا بدنا نعمله هو انجاز. اهلا وسهلا فيك من جد، بحب فيك. اهلا وسهلا فيك دكتور لكن هكتور حجار، رئيس جمعيه رساله سلام. ان شاء الله السلام يكون موجود عند الكل يا رب، وبلبنان اهم شيء. مشاهدينا على فاصل وبنرجع. We'll be right back.